بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، أقيمت صلاة الغروب ورتبة جنازي مريم العذراء والدة الإله، وذلك في كنيسة سيدة الرعاة في بيت ساحور بحضور المطران ياسر العياش وجموع من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك في القدس، أقيمت صلاة الغروب ورتبة جناز المريم العذراء والدة الإله، ذلك في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة الرعاة بيت ساحور، وبمعاونة الأب سهيل فخوري راعي الكنيسة، والشماس حنا أبو سعدة والشماس فادي أبو سعدة، وجوقة الكنيسة التي أحيت القداس بحضور أبناء الرعية. وضعت الأيقونة مكللة بالورود في الكنيسة، وأقيمت الصلوات والتراتيل الخاصة بهذا اليوم، يوم انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. ثم أقيمت الدورة التقليدية في الكنيسة وفي باحات الكنيسة الخارجية، وبعدها أعطيت البركة لجموع المصلين. فهذا اليوم يعطي انطباعا انتقاليا إلى الملكوت السماوي، فيسوع المسيح لم يترك أمه بعد أن أكملت حياتها الزمنية على الأرض، بل كرمها وأخذها إلى أحضانه في السماء مع الملائكة والقديسين. عيد اليوم كثير مهم، هو دعوة لكل إنسان منا يتحلى في الأشياء اللي كانت تحلى فيها أمنا مريم العذراء. أمنا مريم العذراء هذا عيد مميز، ليش؟ مريم العذراء بشر زينا زيها، المسيح إله ارتدى الطبيعة البشرية، بينما أمنا مريم العذراء هي بشر زينا زيها. فهي دعوة لكل إنسان يتحلى بأخلاق مريم العذراء، إيمان مريم العذراء، تسليمها الكامل، ها أنا دائمة للرب فليكن لي حسب قولك. فإذا سلمنا حالنا بالفعل لربنا زي ما عملت أمنا مريم العذراء، إحنا كمان في إنا حياة أبدية وفي عنا انتقال، حتى لو مش بالجسد بس روحنا أكيد رح تنتقل ونكون في ملكوت السماوات مع أمنا مريم العذراء ويسوع المسيح. مريم العذراء هي الأولى التي دعيت لأن تشارك انتصار ابنها على الموت، فانتقالها إلى السماء هو علامة رجاء لكل الذين يسيرون مثلها بالإيمان والمحبة على خطى المسيح. في هاليوم بالذات منهني أولاً كل المحتفلين بعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وكل الذين يحملون اسم مريم على اسم العذراء مريم. وبنفس الوقت كمان نتذكر إخوتنا الذين رقدوا اليوم وهم في زمن الصيام بالنسبة للكنيسة القبطية للعذراء مريم، لانتقال العذراء مريم، رقدوا بالسماء إلى السماء بسبب هالحادث اللي صار في الكنيسة بمصر. نفكر فيهم، نطلب لهم الرحمة، ونطلب من العذراء مريم أن تتشفع فيهم ويكونوا معها في الملكوت في السماء. وبنفس الوقت بهاليوم الناس بيصلوا وبطلبوا فعلا نعمة السلام للعالم كله ولبلادنا ولعائلاتنا ولقلب كل واحد منا. العذراء مريم هي أم النور، أعطتنا المسيح النور اللي هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم ليخلص كل إنسان، ومنعيد فإذا للعذراء مريم أم النور، نور سات تحمل النور. أنتم أيضا كل عام وأنتم بألف خير، عيد نور سات اللي بتحمل هي بدورها أيضا النور المسيح الحقيقي إلى العالم كله، حتى إذا ما سمع به وآمن به يخلص هو بدوره بيسوع المسيح بشفاعة العذراء مريم. في اليوم هاي منفكر بالذات بالعذراء مريم الشفيعة الوسيطة الحارة لدى الله لكل البشر، ومنطلب منها بشفاعة فعلا بشفاعتها
أن يعم السلام وأن تعم النعمة، نعمة البركة والأمان والمحبة بين جميع الشعوب. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك بيت ساحور.